دلوقتي دي تجاول الكركديه. كركديه. هتعملها ايه دلوقتي؟ قلت احنا بننضفها حاليا من الزبط ومن التراب ومن الحاجات زي دي ومن القشره. في نفس الوقت برضو التجاول اللي هي الخفيفه، التجاول اللي هي لا تصلح للانبات بنحاول نستبعدها، بنهويها بنقطر المروحه والكلام ده كله نهويها. انا اكثر شغله مع التجاول اللي هي اغلبها صالح يعني للزراعه. تمام. طب التجاوي دي يعني هتستخرجها لما تطلع اللوزه، تطلع اللوزه بتاعت الكركديه هتاخد منها الحبوب دي؟ اللوزه بتكون زي كده مثلا جواها التجاوي يعني اللي هو الغله، لما بتنشف بتطق وتطلع الغله اللي جواها. طلع الغله. جميل. يعني امتى مع مواعيد زراعه الكركديه؟ بدايه من شهر 6 لغايه اول شهر 7 يعني. يفضل التبكير في الزراعه بدري عشان النبات ياخذ وقته في التفريع وينتج ثمره بدري، والثمره تاخذ يعني وقتها في لان هو اول ما هو طبعا نبات نهار قصير يعني اول ما يقبل نهار قصير يبتدي يزهر. لما نيجي نزرع الكركديه انا الارض، هل في يعني حاجات ممكن نعملها في الارض تساعدني على زراعه الكركديه؟ هو يعني مشاكل الكركديه يعني هو نبات طبعا قوي ويعني بيتحمل الملوحه ويتحمل الحراره يعني في الاراضي الصحراويه الجديده، الاراضي الصحراويه الجديده واراضي الاستصلاح الجديده ممتاز يعني نبات قوي بيتحمل اي ظروف يعني ما شاء الله عليه يعني. ومش محتاج يعني خدمه ولا حتى تسميد كتير يعني في اسوء الظروف يشتغل. بس يعني طبعا احنا عايزين نحسن انتاج وكلام زي كده، فاحنا بنحاول نتلافى بعض الصعوبات او المشاكل اللي تواجهنا. اول حاجه هو حساس للميه يعني ما بيحبش ميه زياده، فالميه زياده بتخليه يصفر ويعني في شويه مشاكل كده يعني. فبالنسبه للارض الطينيه او بتاع فنحاول نزرع في اعلى حته يعني تبعد عن الميه يعني. في نفس الوقت برضو ان الحته دي برضو تسمح بشويه رطوبه للانبات يعني. فيعني انا افضل يعني ان احنا نعمل ريه كدابه في الاول، اول الزراعه قبل ما نزرع. الريه كدابه يعني نستفاد منها بشويه حاجات. اول حاجه مثلا عن الحشائش، لان النبات القرقدان نبات بطيء في النمو، نبات بطيء في النمو جدا، فالحشائش بتكون اسرع منه. الريه الكدابه دي حتى تسمح الحشائش تطلع الاول وتبتدي تخلص من الحشائش دي اذا كان بالرش او بالعزيق قبل ما نزرع. فانا كده تخلصت من الحشائش قبل الزراعه بتكلفه اقل طبعا من اثناء من بعد الزراعه يعني. في نفس الوقت عرفت المكان منسوب الميه في على السرايب او على المصادب اخره فين، فهنعرف نحط النزله بتاعتي فين بالظبط اللي هي في اعلى حته وصل لها ميه. وفي نفس الوقت الحته اللي هي عاليه ومش فيها ميه بحاول اوطي البذره بحيث ان هي البذره تنبت، فكده احصل على كثافه يعني 100% يعني. ونحاول ان طبعا زي ما تقول المثل بيقول فل ولا تعل، فنحاول نكتر النقره عشان مش هنقدر نرجع، لاني النبات هتعطش في الاول فتره جامده يمكن شهر شهر ونص هتعطش، فمش هتلحق ترجع فيه، هترجع بعد شهر ونص هيكون الموضوع معاد اتاخر. فانت في الاول تعمل حسابك من الاول، كتر من الاول وبعد كده فل براحتك. وبعدين بيكون في مسافه اصلا يعني، انت بعد القمح يعني مثلا قمح في اول 5 حصاد يعني لغايه اول 6 في مسافه تقدر تعمل فيها الريه كده. الارض يعني. كلام جميل. الفدان بياخد تجاوي حوالي 12 كيلو وممكن اكتر يعني. 12 كيلو الفدان. او ممكن اكتر. طب هو هيكون بنظام النقره ولا بنظام ايه بقى الزراعه بتاعت الكركديه؟ نقره. نقره. طب المسافات؟ والله هي المسافات يعني ممكن تبقى 40 سم وبتاع، بس انا افضل مثلا نزرع على 20 سم في الاول وبعد كده نخف تجنبا ال طب والحبات اللي نحطها في كل دوره كتير؟ هو انت هتحط في الاول عشان برضه يعني هتحط لك 5 6 وفي الاخر هتخليهم على 3 في الاخر.
طب الافضل زراعتها على بنظام مصاطب ولا المصاطب كويس في الارض الطينيه؟ يفضل المصاطب يعني في الارض الطينيه. في ارض الجبل طبعا المصاطب مش تنفع. عايز السرايب اللي هي العاديه دي. السرايب عشان الميه المصطبه بينش عليها الملح من فوق وتبقى فيها مشاكل. لكن هو نبات متحمل الملوحه والحراره وبياخد كتير في الارض الكركديه. هو بص نص 11 كله بيحصد. نص 11؟ اللي زرع متاخر والزرع بدري كله. هو ممكن يجيني جنيه ويستمر معك في شهر 12 شهر واحد يعني. يعني كل واحد يجني اللوزه زي البامية يجني الطايبة ويطلع بيطلع جديد لسه صغير بيكبر. وهكذا بتحصل اعداد تقدر تحصل على انتاجيه اعلى. الفدان بالطريقه دي. بس ما حدش عملها عندنا الطريقه دي يا باشمهندس. ما حدش كان بيهتم قوي يعني. كانت القرقدان ما كانش له قيمه قوي يعني حاليا. بس القرقدان النهارده السعر كيلو حوالي 110 وممكن نوصل 130. يعني الفدان تكلفته كده وارباحه وانتاجه يعني. هو الفدان يعني تقريبا كلف له حوالي 12000 جنيه. طبعا اغلب التكلفه دي بتكون في موضوع الفصيص. الفصيص هو اللي بياخد التكلفه الكبيره. لكن هو ما بيصرفش كتير. هو يعني اقل تسمير واقل شغل يعني. هو ما فيش مبيدات، ما فيش اي حاجه، ما فيش رش، شغال يعني. بالنسبه للامراض قوي بالنسبه للامراض والحاجات زي دي. الفدان ممكن يجيب له حوالي يعني 300 ل 400 كيلو لوزه يعني. جميل. 300 ل 400 يعني الكيلو تقريبا بكام؟ الكيلو حوالي 110 يعني ممكن يوصل 130 السنه دي. التجاوب بتاعته دي التجاوب دي نفسها بتتباع يعني. ياخدوها يطلعوا منها زيوت وعلف. التجاوب دي؟ يعني السنه دي ياخدوها بياخدوها بيعصروها يطلعوا منها زيت والباقي كسب علف يعني. يعني الكيلو يعني وصل 18 جنيه. ده في الموسم. في الموسم. ودي برضه بتنتج لها برضه تجاوي يعني حوالي 300 و 400 كيلو تجاوي نفس الوزن بتاع اللوزه. يعني اقتصاد اللوزه هيكون في بذور زي نفس كده. نفس كميه التجاوي. نفس الانتاجيه. والقشره دي برضه بتتباع. قشره اللوزه اللي هي القشره الداخليه دي. القشره دي. برضه نفس الوزن. دي بتتباع دي؟ بتتباع ب 5 جنيه. كيلو ب 5 جنيه يعني زي كده. بيستخدموها في ايه دي؟ بيستخدموها برضه دخلوها في الاعلاف. في الاعلاف. يعتبر زي الرده، زي القشر الصويا زي. فالحياه دي بتعمل لها مبلغ يعني. يعني اللوزه لوحدها ما بتبيعها يعني ممكن تبيعها ب 35000 اللوزه لوحدها. غير التجاوي والحاجات اللي هي جانبين. يعتبر الكركديه يعني من الزراعات المربحه. من الزراعات المربحه بالنسبه للاراضي اللي هي الجديده الاستصلاح والجديده والحاجات اللي هي مشاكل في الملوحه والكلام ده. بالنسبه للارض السوداء طبعا عندها خيارات كثيره. الارض السوداء ممكن يزرع بر ويزرع صويا ومش عارف ايه وبتاع. فعنده خيارات كثيره يعني. لكن بتاع الجبل ما عندوش الخيارات دي خالص يعني. الاراضي الجبليه والارض الصحراويه. افضل حاجه للارض الجبليه. حيث تستحمل الظروف القاسيه دي. لان يعني الحراره الشديده عندنا مش غير القرقدان نقدر نستحمل. واحنا معانا التجاوي دي برضه. احنا بننضفها يعني. انا لحقنا اخر الموسم لان الموسم اللي فات التجاوي كلها يعني اتباعت يعني. ما لحقناش يعني بالعافيه. لحقت شويه التجاوي دي جبت حوالي 120 كيلو مثلا او حاجه زي كده. وقلت اخلي مثلا نزرع منها والباقي باقي نبيعه يعني. كلام جميل. يعني في فائض للبيع نفسه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عشان لو حد محتاج تجاوي يعني ممكن. ما فيش مشكله. هنسيب رقم حضرتك في الفيديو. بس يعني كميه قليله مش ممكن. لو حد محتاج تجاوي الكركديه ده احمر طبعا. احمر.